لم تتوانى دولة الكويت عن إنقاذ ضحايا أكبر أزمة نزوح على مستوى العالم، إذ سارعت إلى تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية لنصف مليون شخص من مسلمي الروهينجا في بنغلاديش. ووزعت جمعية الهلال الأحمر الكويتي 1200 طرد غذائي ووسائل تنظيف في مخيم شكمربل، في حين بلغت الطرود التي تحوي أدوات مطبخية واحتياجات المنزل ما يقارب 1000 طرد.